المباريات دورة 32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، المسابقة الكأس مسابقة الكأس الأغلى على قلوبنا، الفتح من أمام الأخدود والعروبة الوحدة، الخليج العدالة وأبها هجر. هذه مباريات كأس أول متمثلة في منع الهلال من التسجيل أو ينجح جيسوس في تغيير ربح شوط المباراة الأول، لأنه استطاع أن يوقف الهلال وكل ثقله وكل قوته وأن يمنع عن التسجيل. الآن شوط المباراة الثاني على وشك البدء. نذكر حضراتكم بقائمة الأسماء بالنسبة للفريقين في أحداث شوط المباراة الثاني، تقريبا لا تغيير مع انطلاقة عود عبد الحميد وتومبكتي، كوليبالي، سلمان الفرج، نيفيس، سالم الدوسري، مالكوم، عبد الله الحمدان، ميتروفيتش، وعرضية ملعوبة الآن إلى منطقة الجزاء لكنها مرت بعيد. ثم ياسر الشهراني، روبن نيفيس يلعب كرة في الجهات اليسار إلى منتصف الملعب، المحاولة واصلة، يزيد التقاطا للكرة من المدافعين، يمرر الكرة لكنها مقطوعة، الكرة واصلة لصالح الجبلين. إلياس بن حساني، ياسر يلعب كرة لسالم الدوسري، سالم تجاوز، سالم مر، وبعد ذلك التسديدة مقطوعة من سالم واصلة باتجاه مالكوم. لا شك بأن الخيار في التسديد من خارج منطقة الجزاء هو الحل المتبقي بالنسبة لعناصر الهلال. الحمدان يلعب كرة عرضية مقطوعة، الكرة بالرأس لياسر الشهراني، ياسر يلعب كرة إلى الحمدان، سلمان الفرج إلى ياسر، ياسر تقدم وانطلق، ياسر يلعب كرة إلى سالم الدوسري، سالم إلى مالكوم، إلى ميتروفيتش في سعود إلى الحمدان، عبد الله من الجهات اليمين، عبد الله يتقدم إلى منطقة العمق إلى سالم الدوسري، سالم بتسديدة، سالم مع الكرة، سالم إلى ياسر الشهراني، ياسر يعطيها سلمان الفرج، التمريرة رائعة من سلمان لسالم، وسالم بعرضية لكنها عرض في جدا، الكرة تلعب إلى روبن نيفيز يلعب كرة في الجهات اليمين، ثم المحاولة تبقى في صالح الهلال إلى سعود عبد الحميد، سعود يلعب كرة عرضية لكنها مرت من أمام الجميع، لسالم الدوسري في تنفيذ الركلة الركنية، سالم عند الركلة الركنية. أغلب لاعبين الهلال في منطقة الجزاء، الاحتكاكات، نتيجة المباراة تجعل اللاعبين يفقدون أعصابهم تحديدا من الهلال، ولو أنه الاحتكاكات تأتي من الجانبين، الكرة مبعدة، المحاولة لروبن نيفيز، جول أول للهلال، روبن نيفيز أرسلها قوية، هذه الكرة لا دفاعات الجبلين ولا يزيد أبو ليلى لهم قدرة عليها، روبن نيفيز أرسلها من بعيد، الحل وكل الحل عند روبن نيفيز، إذا غابت الحلول فالحل هنا، روبن نيفيز أرسلها قوية صعبة جدا على يزيد أبو ليلى، يعطي الهدف الأول للهلال، يرسل الأفراح إلى المدرج الأزرق هنا في ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد. الله على الروبن، كرة ثابتة الجبلين، قد تكون أخطر الكرات اللي يواجهها الهلال من الجبلين في شوط المباراة الثاني، الكرة تلعب عرضية لكن للأمام، عادت الكرة لصالح الهلال، الهلال مع كرة لسالم الدوسري، سالم بتمريرة لعبت باتجاه ميتروفيتش وتسديد، هدف ثاني، صالح الشهري يسجل ثاني أهداف الهلال، الهلال يحضر بكامل زينته وبكامل قوته في شوط المباراة الثاني، وعبر صالح الشهري وفرد الهلال يطلقها في شباك ويطلق رصاصته في شباك الجبلين، معلنا ثاني أهداف الزعيم، ثاني أهدافه في المباراة، الكرة المبررة لصالح، قوية من صالح على أبو ليلى، والهلال يزيد من أهدافه في مرمى يزيد ويسجل ثاني أهدافه في شوط المباراة الثاني عبر صالح الشهري، ثنائية هلالية تنطق في شوط المباراة الثاني وتسعد أنصار الهلال في الشوط الثاني من المباراة، الهدف الثاني سالم الدوسري مررها بعرض الملعب، وصلت لكنو، كنو لعب كرة طويلة لكنها وصلت باتجاه حارس المرمى،
عند يزيد أبو لي زمن شوط المباراة الثاني. هل تكفي الهلال إلى أن يضيف هدف آخر في شوط المباراة الثاني؟ كانو والتسديدة قوية من كانو، لكن أي يزيد أبو ليلى هذه المرة استعاد الكرة الهلال إلى سالم. سالم عدى، سالم انطلق في الجهات اليمين، سالم مع الكرة، المحاولة خطيرة، وسالم يلعب كرة عرضية لكنها مقطوعة عدت إلى خارج